عموما اخونا احمد الهلال يقول بندر قصده في فتره النصر طلب التاجيل بسبب عدم وجود لاعبينه وهالمره وافق. اي وضح اخونا ظاهر يا جماعه، يعني ظاهر في الفتره السابقه يمكن كان فريقي ينافس قريب من فرق الصداره والمراكز الاولى، فكان رافض التاجيل. الان بعد ما شاف نفسه خلاص ما في مجال انه يكون من ضمن المراكز الاولى، وايضا ضمن انه راح يكون في الدوري الممتاز الموسم الجاي، فقال لك ما له داعي ناجل المباراه. لا ووضح انه يقول بيكون عداد حق كاس حق صاحبي، مركز على كاس صاحبي حضره صاحبي. لعبته مع القادسيه بالكاس كاس الامير، لعبته مع القادسيه زين يمكن زين. طيب خروج مغلوب. خل نروح حق الدوري السعودي اليوم. عبد الرزاق حمد الله اعتقد ابدع وامتع الجمهور، واستطاع النصر ان يفوز عن جداره واستحقاق على الوحده. بس يا جماعه ترى يا اخوان احنا مخرجتنا ترى مغربيه الجنسيه، تقول نقول حق الاخوان في النصر السعودي اسم اللاعب شنو؟ عبد الرزاق. إيه عبد الرزاق شنو؟ حمد الله بعد شنو؟ حمد الله يعني في واو يعني حمد الله يعني حمد الله. احنا خلينا نحفظ الحين الاسم الاولي عبد الرزاق. معلومه مهمه يعني ما لاعب النصر هو اللي قوى حمد الله. ليش شنو حمد الله ولا حمد الله؟ لا خوش لاعب. خلينا نروح المغربي. طبعا النصر اليوم اثبت عن جداره واستحقاق وجوده من ضمن المنافسه، وقدر ان يفوز بالاربعه بدون اللجوء الى الفار في اللحظات الحساسه او في الاوقات الحساسه في المباراه. مبروك للعالمي، هارلك لميدو مدرب الوحده ولجماهير الوحده.